فياجرا السيدات. احنا عرفنا على مدار السنين اللي فاتت الفياجرا اللي بيستخدموها الرجال، لكن فياجرا السيدات وايه النتائج اللي توصلوا ليها عشان خلاص يتم اصدار دواء الزمها اصلا يعني؟ طيب، هي ببساطة شديدة هذا العقار مكون من مادة الفليبانسيرين. هذه المادة 100 ميلي جرام، ده للقرص الواحد. اتقدمت للاف دي اي اكتر من مرة ورفضت في 2010، رفضت في 2013. كانت ايه اسباب الرفض؟ اسباب الرفض ان هم كانوا بيقولوا ان الافيكاسي بتاعتها او البينيفيتس بتاعتها او الفوائد بتاعتها مش يعني بتوازي الاضرار بتاعتها، يعني الاضرار اكتر من اللي هي الاثار الجانبيه السايد افكت. الاثار الجانبيه بتاعتها. ولكن حدث طبعا ترايلز كتيره وستاديز كتيره ودراسات واحصائيات وتوصلوا للاخر ان هم اجازوها في يعني الاسبوعين اللي فاتوا. يعني حضرتك ان هم شافوا انها مع التعديل بقى الجديد على الماده الفعاله او القرص نفسه ان هم خلاص تاكدوا ان هي ليها فوائد وان فوائدها اقل اكثر عفوا من اضرارها. هو بالفعل هو ده اللي حصل. بس كان في بريشر عليهم من منظمات اللي هي النسائيه هناك في امريكا والمجتمع الامريكي، زي اللي هي المنظمات اللي هي خاصه بالفيميلز كلها كانت عامله بريشر على الاف دي اي، لان الاف دي اي اجازت 26 دواء للرجال ومقابل زيرو للنساء فقط. يعني في عمليه العجز الجنسي، يعني من ناحيه ان هم جايين على الستات، يعني لو حريه المراه ما خدتش حقها مثلا يعني خدوهم الحته دي. يعني نقدر بعد بقى ما حصل تعديلات ووافقت الاف دي اي، الاثار الجانبيه بقى وصلت لاي مرحله؟ بقت عامله ازاي يعني نسبه الاثار الجانبيه؟ الاف دي اي قالت على الموقع بتاعها ان هي هتسبب دراوزنس اللي هي دوخه تعب فتيج. ده بعد التعديل؟ ده بعد التعديل. اصل لا، اي دواء في الدنيا ليه اثار جانبيه، يعني دعينا نتفق ان اي ماده كيميائيه طبعاً الانسان بيتناولها دي ليها اثار جانبيه. تمام. لو شفنا الاثار الجانبيه بتاعتها هنلاقي الدوخه، هنلاقي في سيديشن هدوء مثلا، عمليه قلق، بالليل مثلا ممكن يحدث فقدان لحظي للوعي، دي برضو من الحاجات. ده معناه انه السيدات اللي بيعانوا من امراض معينه زي امراض القلب او السكر او ضغط الدم المفروض ان هم ما يجوش جنبها خالص. هي بص، الاثار الجانبيه بتاعتها زي اي انتي ديبريسنت عندنا في السوق، يعني اي مضادات الاكتئاب. بتعمل دوخه، اكتئاب، معرفش ايه، الحاجات دي كلها دي موجوده، لازم تتكتب في البامفلت اللي هي بتاعت مضادات الاكتئاب. يعني الفياجرا النسائيه دي تعتبر انتي ديبريسنت؟ هي كانت بالفعل انتي ديبريسنت من مضادات الاكتئاب، وجدوا ليها من الاثار الجانبيه بتاعتها انها بتزيد الرغبه الجنسيه لدى السيدات. بالمره بقى بالمره زي الفياجرا الرجالي. الفياجرا الرجالي اصلا كانت معموله لانها توطي الضغط ومن يعني بتعادل ارتفاع ضغط الدم، ووجدوا ليها ان هي بتزيد من الانتصاب في الرجال، فتسببت هي نزلت مصر اللي هي البنك. لا لسه ولا تهربت؟ هي اكيد طبعا هتتهرب طبعا في الفتره اللي جايه. ما هو يعني ده شيء طبيعي. يمكن قبل لقائنا مع حضرتك انا يعني احنا لينا طبعا اصدقاء بيشتغلوا صيدله، وانا كنت بحكي لحضرتك قبل الفاصل، وفي بعض منهم عنده صيدليات في اماكن مختلفه، يعني هتلاقي مثلا منطقه من المناطق زي ما احنا بنقول عندنا في مصر منطقه شعبيه ومنطقه راقيه، ولكن الصيادله بياكدوا انه من ساعه ما اثير موضوع الفياجرا النسائيه او الحبه البينك زي ما بيطلق عليها انه الناس بتسال عليها بكثافه جدا على اختلاف المستويات. حضرتك بتشوف ده ازاي؟ هو بص، في الموضوع بتاع العمليه الجنسيه وما الى ذلك، دي عباره عن غريزه مش هتتعلق بليفل معين، يعني مش هنقول مثلا هتمشي في الجانب الشعبي اكتر من الجانب اللي هو الهاي كلاس، لا طبعا هتمشي هنا وهتمشي هنا، ودي ليها مرضاها ودي يعني الموضوع ما بيتقاس. طب حضرتك ذكرت ان الفياجرا الرجالي دي في الاساس كانت بتعادل مستوى ضغط الدم. بتوطي الضغط مع ان يعني حسب المعلومات يعني انه الرجال اللي كانوا بيعانوا من ارتفاع في ضغط الدم كان الفياجرا بتاذيهم. طب ازاي؟ لا، هو ما فيش اي معلومات بتقول كده خالص. هي الفياجرا بتوطي ضغط الدم. حضرتك اللي انت بتقولي عليه ده بيبقى مريض ذبحه صدريه وبياخد حاجه اسمها نايتريتس. النايتريتس دي من الوظائف بتاعتها انها بتفتح الوعاء الدموي او الشريان.
فبيجي تأثير كمان الفياجرا ان هي بتفتح الوعاء الدموي والشريان، فبيبقى تضاعف للتأثير بالنسبة للنيتريتس وبالنسبة للفياجرا. طب هل الفياجرا فبالتالي طبعا بنشوف المشهد اللي موجود في السينما المصرية اللي هو بتأثر قلبي ويمسك قلبه ووشه يحمر ويموت بقى بعدها ويموت بعدها على طول. طب خليني